بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. من فضائل الدعاء. نعم. لا يزال الحديث موصولا بذكر الأدلة عن فضل على فضل الدعاء من خلال ما ورد من ذلك في السنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا طرف من هذه الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته، ليس شيء أكرم من الله عز وجل من الدعاء، ليس أكرم على الله، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وهو دال على كرم الدعاء وعظم مكانته عند الله، وذلك أن الدعاء هو العبادة وهو لبها وروحها والعبادة. ولذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، ولذلك تجد أيها الكرام الفضلاء، لو أن الناس أيقنوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة في الصحيح وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له، وهذا جاء في فضل الساعة التي تكون في يوم الجمعة في الساعة الأخيرة منه، واختلف فيه على 52 قولا، ثم جعل خلاصة هذه الأقوال على قولين، منها من صعود الإمام حتى انقضاء الصلاة، والقول الثاني أنها ما بين العصر إلى صلاة المغرب، وهذا هو القول الأصوب والأرجح، والعلم عند الله وهو الأقرب إن شاء الله. لو يعلم الناس قيمة هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يوافقه عبد قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له، قال الشيخ بن باز رحمه الله: وفيه ثلاثة مراتب، وفيه ثلاثة مراتب في هذا الأمر. المرتبة الأولى هي أن يصلي العصر ثم يبقى في المسجد حتى صلاة المغرب، فيكون بذلك قد جمع بين قوله يصلي وبين قوله يدعو. وقالوا والقول الثاني، المرتبة الثانية، هو أن يأتي إلى المسجد قبل صلاة المغرب بوقت يكفي، فيصلي تحية المسجد ثم يدعو، فيكون بذلك قد جمع أيضا بين قوله قائم يصلي يدعو الله، على اعتبار أن الصلاة من ذوات الأسباب لا يدخلها النهي، كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم واللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم رحمة الله على الجميع. قالوا والقول الثالث والمرتبة الثالثة أن يدعو في أي مكان وعلى أي حال، حتى وإن كان في سيارته وإن كان يقضي حوائجه، ما دام بين المغرب بين العصر والمغرب في يوم الجمعة. ولذلك قالوا أما من فهم أن الحديث معناه أنه لابد أن يكون قائما مصليا، قالوا هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود بقوله قائم يصلي يعني يدعو كما جاء في بعض طرق الحديث، وكلها في الصحيح وعند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد وعند غيرهم. وجه الدلالة هنا لما تشتد الفتن على الناس وينزل بهم ما لا يستطيعون دفعه، فإنهم في هذه الحالة يحتاجون إلى سلاح ماض يغفل عنه كثير من الفضلاء فضلا عن العوام، وهو سلاح الدعاء. ولذلك أتهزأ بالدعاء وتزدريه، أو ما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولذلك الإنسان في أزمنة المدلهمات والفتن لابد أن يرجع إلى المعين الذي لا ينضب، هذا منهج أهل السلف.
ليس منهج الحزبيين والحركيين والناس اللي هم تجدهم متحمسين من غير ما أن يكون عندهم دليل. هل هناك أشد ما وجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث عائشة في الصحيح؟ قالت: ما هو أشد موقف مر عليك يا رسول الله؟ قال: أشد موقف مر علي لما كنت في الطائف وذهبت إلى عبد كلال بن عبد يلين ولقيني من الأذى ما لقيني، وتعرض له سفهاء الطائف وأغروا أطفالهم به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم يأتيه ملك الجبال جبريل يقول: معي ملك الجبال، إن أمرته أن يطبق أو يطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال: بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هل هناك أشد موقف من أن يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما شهرا كاملا في الأحزاب في غزوة الخندق، ومع ذلك كان كل الذي يملكه وهم في شدة برد، ومنهم من يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، والمنافقون ظهر منهم ما ظهر لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ومع ذلك النبي يقوم يصلي ويدعو الله عز وجل، يقوم يصلي ويدعو الله عز وجل، يقوم يصلي ويدعو الله عز وجل. هل هناك موقف أشد من أن النبي من حديث عروة عن عائشة في الصحيحين يسحر 6 أشهر أشدها 40 يوما الأولى حتى يخيل له أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن عليه الصلاة والسلام، ثم يقول كما في الصحيح: يا عائشة أما ترين لقد دعوت ودعوت ودعوت حتى استجاب الله لي؟ والأدلة في ذلك كثيرة. فلما تنزل بك أخي المبارك من الشدة ما الله به عليم، ويضيق صدرك ويضيق صدر الفتى به ضاقت، ولرب نازلة يضيق بها صدر الفتى وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقات وفرد وكنت أظنها لا تفرج. إذن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لا تغفل عن هذا السهم الماضي. وإيش يكلفك؟ ما يكلفك شيء. الدعاء لا يحتاج منك إلى وضوء، ولا يحتاج منك إلى صلاة، ولا يحتاج منك إلى استقبال قبلة. تدعو على أي حال وفي كل وقت الحمد لله رب العالمين، ولا عندك وقت فيه الدعاء مكروه والحمد لله. ادعو الله في كل وقت وادعو الله في كل حين. ما في منا واحد يعني مستجاب الدعوة عند الله عز وجل بينه وبين الله تبارك وتعالى خبيئة من عمل من عمل صالح. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو سردت لكم الأدلة والمواقف الصعاب التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما يملك فيها إلا الدعاء، لأن الدعاء توحيد، والتوحيد التوحيد أيها الكرام الفضلاء لابد له من دلائل. أن تحبه أولا، لابد أن تحب التوحيد. إذا ما كنت تحب التوحيد مهما هملجت بك البراذين لن يدخل التوحيد في قلبك، لكن لابد أنك تحبه. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لابد أنك تحب التوحيد. إن أحببت التوحيد بدأت أنك تعمل به وتؤمن بمقتضاه وببشارات التي أنزلها الله عز وجل لمين؟ لأهله. يا رجل، أما رأيت نوح من شدة ما لاقى من قومه 950 سنة عمر الدعوة، ولاقى منهم ما لاقى، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وسررت، يعني ما ترك. اقرأ سورة نوح يا أخي، لما ينزل بك ما ينزل اقرأ سورة نوح. لقد كان في قصصهم عبرة لكي تعرف إن ما هو السهم الذي يمضي. هذا الذي تملكه عند الفتن وعند لهمها، سواء كانت فتنة خاصة أو كانت فتنة عامة. قم يا أخي وتوضأ وصف قدميك لله عز وجل وادعو. محمد بن واسع افتقده معاوية يوما في الجند وكانوا في حصار الروم والوقت شديد، جلس يتفقد فين محمد بن واسع، فوجده قائم يصلي. قال: لا أصبع ابن واسع في الجند خير من كتيبة. دعاء هذا عندي خير من إيش؟ خير من كتيبة. وكان
عمر يتفقد صلاح الدين كان يتفقد الجند، فوجد جنديا نائما قال لا يأتينا العدو من قبلك. مش وقت نوم هذا، هذا الوقت انك انت تقعد تدعو تلظ ألظ بهذا الجلال والإكرام ليفرج الله الغمة عن الأمة. نعم اللهم فرج ما نحن فيه. ومما ورد في فضل الدعاء في السنة وما رواه الإمام أحمد والترمذي نعم بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه، يغضب عليه. في رواية: من لم يدع الله يغضب عليه، لأن الدعاء من ثمرات التوحيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من لا يدع الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل من خزائنه لا تنفد. هذا هي المطلوب منك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تتعجب من بعض الناس ينزل به الأمر يبحث عن من يذهب لفلان وعلان. هل هناك في مانع؟ لا ما في مانع، لكن قبل أن تطرق باب فلان اطرق إيش؟ باب الله عز وجل. ما في مانع، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، ما في حرج في ذلك أبدا، لكن اطرق باب الباري تبارك وتعالى وانظر ماذا يفعل الله عز وجل بك من الخير والبر. نعم. وهذا فيه دليل على حب الله للدعاء وحبه سبحانه وتعالى لعبده الذي يدعوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما تمر بالحديث الصحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حديث صحيح، لتعلم عظم أمر الدعاء أخي المبارك الذي يأتي بشروطه أن يكون لله خالصا، وأن لا يدعى بإثم ولا بقطيعة رحم. نعم. ولذا فإنه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه، ولا ريب أن هذا فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. وقد سبق ذكر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو يدل على أن ترك العبد والاستكبار عن هذا الدعاء إما بتركه وإما بقول العبد دعوت فلم يستجب لي، يكون أول شيء بالترك، وثانيا بسوء الظن، وثالثا بالاستكبار، ورابعا بعدم اليقين على الله عز وجل أنه يجيب الدعاء ويرفع الضر واللأواء. هذا كله من الأشياء التي تدخل فيش في الاستكبار، عفنا الله وإياكم. نعم. وهذا يدل على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار، وتجنب ذلك لا شك في وجوبه. ومما ورد أيضا في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان البخاري عند كتاب صحيح البخاري اشترط فيه شروطا في كتابه، قال: اشترطت ألا أضع في كتابي إلا ما صح، وما كان يروي إلا من لقيه وعاصره من الرواة. ثم بعد ذلك ووضع كتاب اسمه كتاب الأدب داخل صحيح البخاري، يعني متقرب صحيح البخاري 96 كتاب، منها كتاب اسمه كتاب الأدب داخل كتاب البخاري. لكن لما ورد أحاديث أراد أن يرويها ليست على شرطه الذي اشترطه على نفسه في الصحيح، فصنف كتابا خاصا اسمه الأدب المفرد، أي كتاب الأدب الذي أفردته بمصنف خلا مصنف صحيح كتاب الأدب في صحيح البخاري. هذا معنى كتاب إيش؟ الأدب المفرد، يعني أفردت كل ما يتعلق بالأدب في كتاب بعيني، في كتاب مفرد بعين. هذا معنى كتاب الأدب إيش؟ المفرد. وخدم خدمة كثيرة الكتاب من التحقيق، لكن لم يخدم حتى الآن من الشرح، يعني لم يتسنى أحد أن يقوم بشرحه شرحا وافيا، لكن من حيث التحقيق فقد خدم في مجلدين وفي ثلاث إلى غير ذلك من أهل العلم. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه موقوف، الطبراني في الأوسط عنه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. لما يقول موقوف، الموقوف هو
الذي يرويه الصحابي، والمرفوع هو الذي يرفعه الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما يكون موقوف ما يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما. مثال ذلك عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، عن ابن عمر موقوفا لفظا لكن له حكم رفعي عند ابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح عند ابن أبي شيبة في وقفه، قال: من قال حينما يأوي إلى فراشه ودبر الصلاة الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، كن له نورا في القبر ونورا على الجسر ونورا على الصراط. قلنا هذا موقوف لفظا لكن مرفوع حكما. ليه؟ لأنه فيه أمر وأمر غيبي وفيه أجر غيبي، وهذا لا يقال من الدين بالرأي. أكيد يكون ابن عمر سمع فيه شيئا من إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث الموقوف لفظا، المرفوع حكما، ومعنى المرفوع لفظا وحكما، ومعنى الموقوف لفظا وحكما. عجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة. كما قلنا الداعي لا يلحقه تعب ولا مشقة، الحمد لله رب العالمين. تدعو على كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان، وبأي لغة تدعو. نعم. ولهذا فإن العجز عنه والتواني في أدائه هو أشد العجز. في دكتور اسمه محمد الجهني، هو ليبي من جهينة لكن يعيش في ليبيا، وهذا يعمل في مستشفى الشيخ زايد في إنجلترا، وتزوج قرابة 15 سنة وأكثر، وعقيم لا ينجب له ولا زوجه، ويعمل ترانسليتورز، يعمل مترجم في هذا المستشفى، وهي من أكبر المستشفيات، فيها كمية من الكونسولتنت والمتخصصون، شيء عجيب يعني. ساعة يكون في إنجلترا والساعة الثانية يكون في اليابان، من شدة إيش البروفيشنال والتخصصية، يعني مطلوبون في كل مكان الذين يعملون في هذه المستشفى. فقالت له أم زوجه، يعني أنت في مستشفى عريقة والرجل راضي بقضاء الله وقدره، يعني ما متبرم. قالت له طب روح يعني سوي تحليلات يمكن ربنا يرزقنا شيء. هذه أم الزوجة تقول لي من لهذا الزوج. فلما ذهب ودخل على هذا الدكتور النصراني، قال له انت امبوسيبل، يعني انت مستحيل انك انت نو سيمنز، ما في لا حيوانات ولا في حاجه ولا كذا، مستحيل ان تنجب، لا تفكر. قال له يا اخي انت ما انك الله عز وجل، انت لست الله. ثم تركه ومضى. ففكر قال ليش ما نيجي عمره، ثم اتى الى العمره واعتمر، وفي ليله من الليالي الحرم كده ما في ذاك الزحام، نزل في صحن الكعبه وصحن الحرم وجلس يصلي ويدعو، ثم دعا وجه الدلالة، يعني دعا بكلمات ما فيها أي نوع من التنمق ولا التقعر ولا السجع. قال يا ربي لو أتاني ضيف يريد مني شيئا وأنا أقدر عليه أعطيته، وإني أتيته لك وأنت على كل شيء قدير، أريد الولد والذرية. وجلس يبكي سبحان الله، يبكي. لما قام قال كأن إنسان سكب ماء في هذا المكان. ثم رجعوا إلى إنجلترا، جلست المرأة هنية، ثم قالت لو روح يسوي تحاليل. توقعون وش المفاجأة؟ رزق بثلاثة ذكور، عبد الله وعبد الرحمن وثالث. كبر الأولاد، أخذوا من أيديهم إلى الدكتور اللي قال له impossible إنك أنت يكون عندك إيش أي ذرية. قال أتذكرني؟ قال طبعا المترجم حقنا أنت ونعرفك كده. قالوا تذكر حالتي؟ قال أيوة حالتك ميؤوس منها، هذه ما في. قال هذا عبد الله وده عبد الرحمن، هذول أولادي والثالث في البيت. مرت الأيام، فكل ما كان يأتي حالة ميؤوس منها طبيا عند هذا الدكتور يقول أما طبيا فلا علاج عندنا، لكن عندنا قسيس هناك اسمه محمد روحوا له. قلنا له لكن أنت كذاب، ما هو قسيس، هذا رجل موحد مسلم، يا لا إله إلا محمد رسول الله، ما هو قسيس. سعد الدين الهلالي طالع قبل كام يوم، الكذاب قبل كام يوم طالع ويقول في قول ربنا عز وجل
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي قوله قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، قال لا يجوز أن يقال ذلك على النصارى اللي هم فين؟ في مصر في زمان هذا. ليه؟ قال لأنهم ما بيقولوش إن الله ثالث ثلاثة ولا بيقول إن الله هو المسيح بن مريم. طيب يا بروف يا دكتور يا أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر وش يقولوا؟ قال بيقولوا بسم الآب الابن الروح القدس إله واحد آمين. قالوا لابد نتمسك بحرفية إيش؟ القرآن. طبعا هذا إن دل لم يدل على الجهل يا أخواني، هذا إن دل لم يدل على الجهل. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال ربنا عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الآن لا يقول أنه جهل، هذا أستاذ دكتور في الفقه إيش؟ في الفقه المقارن، هذا ليس جاهلا، هو لا يعرف أنه في كتبهم أنهم يقولون الآب الابن الروح القدس، وما يعرف أنه في شيء اسمه تراينيتي. With the meaning of trinity، trinity هي عقيدة التثليث عند إيش؟ عند النصارى، الأقانيم الثلاثة التي ينكرها النصارى أنفسهم، بعض النصارى أنفسهم ينكرون ذلك. وفي مقطع مر عليكم هذا اللي جالس يضحك ويقول أنا مش عارف كيف يكونوا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، يكون آب ابن روح قدس يكونوا في شيء واحد. نقول هذا الكلام ينقضه قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني، ولما قال لعدي بن حاتم الطائي لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، قال يا رسول الله، والحديث في الصحيح، قال ما كنا نعبدهم، قال عليه الصلاة والسلام أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتحرموه ويحللون لكم الحرام فتحلوه، قال بلى، قال تلك عبادتهم عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه ذلك الرجل الذي عقد لحيته قال من أمرك بهذا؟ قال ربي، قال أما ربي فأمراني أن أعفي لحيتي. وقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا تفعل في هذه الآية المحكمة؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء تعزهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كل هذه الآيات المحكمات التي تبين هذه الأمور. أما أن يضحك على الناس ويقول لك حرفية القرآن ومو حرفية القرآن، هذا باب خطير جدا من أبواب الزندقة. ليه من أبواب الزندقة؟ لأنك لو تتكلم عن حرفية القرآن ستلغي السنة. وضحت الآن؟ قال الله عز وجل أو لامستم النساء، بحرفية القرآن لامستم النساء معناها إيه؟ تو تاتش، صح ولا لا؟ يعني أي مرة تعمل لها تاتش يبقى إيه؟ تنتقض إيش؟ وضوءك. النبي وضحها أن المقصود بالملامسة هنا ماذا؟ هنا الجماع، وليس الملامسة هو مسألة إيش؟ التاتش. قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في اللغة المطمئن من الأرض، يعني الذي لا يرجع الرشاش منه، اللي هي الأرض اللي هي تكون ساندي، ما تكون أرض السوليد شديدة، معناه أنه كل واحد راح لمكان مطمئن من الأرض وجاي راجع مطلوب أنه هو إيش؟ يتوضأ. إنما كني بهذه الكلمة عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة. كني بهذه الكلمة عن إيش؟ عن قضاء الحاجة. أيضا قال ربنا عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، تغشى غش الشيء تكفر، غش الشيء يعني غطاه، صح ولا لا؟ يغشي الليلة النهار، يعني غطي الليل النهار، هل معناها أي واحد يغطى حرمته يبقى خلاص؟ لا، مش المقصود، كان المقصود بتغشها إيش؟ يعني جامعها. وقضى الله الولد بينهما ذكرا كان أنثى. هذا باب خطير من هذه الأبواب. لذلك يا إخواني أحبابي، هذا الزمان هو زمان طلب العلم، زمان وترجع تقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وترجع أيضا تقرأ في كتاب الذي ألفه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره في أحكام أهل الذمة وفي مسألة لمن بدل دين المسيح لكي تعرفوا مثل هذه الأمور. فلا يخرج أمثال هؤلاء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، الحديث الذي هو
في السلسلة الصحيحة قال وعند الترغيب والترهيب قال وأخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. عرفتم؟ يخرج في زي إنه دكتور أستاذ ثم يدلس على الناس بمثل هذه الأمور، ولأن حجته داحضة طول المقطع جالس يلجلج ما عارف يجمع كلمتين إيش على بعض، إن حجته إيش؟ حجته داحضة. نعم. حري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره، ولا يعجز عن الدعاء إلا دنيء الهمة وضعيف الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.